طيب مريم، بركاتك يا شيخة نادية. مين يا فهمي؟ تعالي شوفي بعينك انت. تعالي بسرعة. أهلا يا بنت أخوي، أهلا منورة. تفضلي يا حبيبتي، تفضلي. اللهم صلي على النبي. قال كلامي وصفة ما تخيبش. يخرب بيت شكلك، هتفضحينا ما شاء الله. أهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. ده أنت حماتك بتحبك. اتفضلي. أهلا وسهلا. عودي يا حبيبتي، عودي. حماتها بتحبها؟ دي بتموت فيها. قصدي اللي هتبقى حماتها. طبعا. بقول لك إيه، بطلي رغي وروحي اطلبي لي الساندوتش اللي نفسي فيه ده. نعم؟ السندوتش الطويل الاهبل ده. اني فيهم؟ اني سندوتش؟ السندوتش البسترما اللي كنت نفسي فيه. عن اذنك يا حبيبتي، هعمل بس تليفون صغير قد كده. أيوة. عن اذنك، بسرعة. حاضر بسرعة. حاضر. طب والله يا بنت اخويا حبيبتي، مالك عليا حلفان؟ لو اعرف انك جايه كنت جبت عجل ودبحته تحت رجليكي. يا اهلا وسهلا. اهلا. تاكل لقمه معايا؟ ايه؟ لا، لازم تاكلي. مال ده بيت عمك، يعني بيتك، يعني انت بالذات في اي وقت تخش كده البيت ده تفتح التلاجة وتاكلي كل اللي فيها، ده لو لقيتي فيها حاجة يعني. فهمتي يا حبيبتي؟ ولا انت ناوية تتنكي عليا زي اختك؟ مش ناوية تتنكي خالص؟ خلاص تعالي بقى تاكلي معانا لقمة كده هنية، ماشي؟ طب ايه رايك بقى؟ ده وانت عيله صغيره ما كانش يحلى لك الاكل ابدا الا وانت قاعده على حجري ده. وكان ابوك الله يرحمه يقول لك عيب يا بنتي، قومي خلي عمك ياكل براحته، وانت ولا الدموع ولا تسمعي كلامه. ايه طبعا تلاقيكي بقى نسيت الكلام ده كله وصدقت اختك وجريتي ورا كدبها ورا طمعها وجشعها. ألو، أيوة يا طارق، 5 دقايق وتكون عندي. أبوك تعبان قوي. بقولك إيه، يا تلحقوا يا متلحقوش، يلا بسرعة يا ابني لحسن هتندم بقية حياتك اللحظة دي. إيه؟ بسرعة بقى. كلمت السندوتش؟ جاية حالا. طارق يعني انت جايه هنا مخصوص عشان خاطر طارق؟ بسم الله ما شاء الله. ناديه. نعم، في ايه؟ تعالي بسرعه، احسن، مش مصدق اللي انا فيه. ايه يا اخويا اللي انت مش مصدق؟ مريم جايه هنا مخصوص عشان خاطر طارق. عشان خاطر طارق؟ عشان بس تعرف. لا، عرفت حاجات كتير يا نادي. عرفت يا ما هو الحق يتقال يا بنتي، اصل مرات عمك دي حكايه واصله دي ميه من تحت التم. وانا كمان اسال نفسي كتير، اقول الله يا ولد انت عايش معاها بقالك فتره، العمر عينك ما زغت على واحده. انت بتقول ايه؟ اللي انت بتقوله ده؟ لا، عاوز اقول يعني اقصد ان انت طيبه وانت حلال، وانه لاكي ما كانتش مريم جات لنا تزورنا النهارده، مش كده؟ طبعا. وهو عارفه والصراحه كويسه مرات عمك دي ايوه دي، اول ما تقرير الخبير طلع وهي راسها وألف سيف تقول لا معلش نحلها ودي. يا نادية اهدي بس واسمعيني، ملك مش هترضى نحلها ودي. إنما مريم حبيبتي الطيبة بالظبط كده حبيبتي، تقول لي أنا مش جاعة ملك، أنا هركز على الأميرة الطيبة مريم وأفهمها الحكاية بالظبط. والله يا بنتي ومليك عليا حلفان، انا بعمل ده كله عشان احفظ لك حقك انت. ايوه يا بنتي، محدش ضامن الموت من الحياه، محدش عارف النفوس فيها ايه. فهمي عنده حق يا بنتي. نفترض ان اختك لا قدر الله جرى لها حاجه، حقك مش هيروح؟ بلاش دي، جالها عريس واتجوزت، طلع العريس ده نطع من اللي بيحبوا يعيشوا على قفا النسوان، مش حقك انت اتاكل كده؟
وانتي يا حبيبتي هتفضلي عايشه كده، مش هيجي لك ابن الحلال اللي بيحبك ويخاف عليكي، وساعتها بقى هتعملوا مشروع صغير مع بعض، هتجيبوا فلوسه منين؟ وهي هتفضل العمر كله تتحكم فيكي وتيجي كل اول شهر تديكي مصروف. خدي بالك من مالك يا حبيبتي، اختك دي مش سهله. لا سهله ايه؟ طب انا عاوزك تعقليها بس معايا، شغلي عقلك كده ثانية واحدة. لو أنا أبوكي ليه أنا هكتب لها كل حاجة باسمها هي وأنتي لا؟ أيوه يا حبيبتي عمك عنده حق، مع إنك يا حبيبتي عمرك ما سبتيه أبدا، لكن هي خلعت على أمريكا مع أمها الله يرحمها. طب والله يا بنتي والله والله ومالك عليا حلفان، أنا مش طمعان في فلوسكو أبدا زي ما هي بتقول. أنا كل اللي هيموتني أنا حاوز أضمن لك حقك بأي طريقة. عارفة يا حبيبتي معاش عمك ده بيقضينا وزياد. وليه بس معاشي؟ أنت نسيتي ما هي طارق. ياه عارفة يا مريم الواد طارق بيقبض بالدولار. دي أولى مألف ريح دولار دولار. أمال إيه؟ وإيه؟ بيفيد من إن أنا مرتبه بنوزعه على السكان عندنا كم واحد كده. يا حبيبتي أنت كنت عايزة طارق في إيه؟ جايبه له ده هديه؟ لا ايه؟ مش هديه؟ لا اصل انا قلت لها هو قروبه في تصليح الحاجات دي. طب استني استني انت وهي. ايه؟ ده يا مريم بتاعك انت ولا بتاع ملك؟ اصل لو 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 اللابتوب ده بتاع ملك ما يقعدش في بيتي ثانيه، هطرده زي ما طردتني ولا يتفتح في بيتي. انا بقول لك بتاعك انت؟ عينينا ديكي واللابتوب بتاعك انتي انتي. يا سلام ده الامل كله فيك انتي. شوفي العقل ده كده شفتي؟ لا وايه لسه؟ شوفي ده كده شوفي. ها وايه ولا العقل ده؟ شوفي 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 شفتي؟ طيب شوفي ده بقى كمان شوفي شوفي عشان تعرفي عزيزي كده بقى انت اتأكدت بالورقة والقلم يا بنتي ان اختك دي مش مظبوطة وقلبها مش عليكي وبتلعب بيكي كمان. انت يا بنت هبلة ولا عبيطة؟ حد يعمل توكيل عام بيع وشراء لحد؟ مريم التوكيل ده لازم يتلغي وفورا. اتصرف فورا. اتصرف يا اخويا اتصرف. بكرة الصبح خليك انت مستريحة، انا هبعت لك موظف شهر عقاري لغاية عندك، فاهمة؟ هيلغي التوكيل، هي تزعل شغلها من هنا والموظف ده هيخش عندك من هنا، تلغوا سوا التوكيل، فاهمة يا مريم ولا مش فاهمة؟ أنا هبقى مستني بره، معلش اعذريني يا بنتي أنا مش هقدر أخش بيتكم تاني بعد ما طردتني منه شر الطردة. يا نهار أزرق، توكيل عام، دي زمانها بيعتك هدوم. بابا طارق ايه يا حبيبي؟ ايه في ايه؟ انت كويس؟ اصل كنت انا مفرفر شويه وتعبان بس الحمد لله شفتك خفيت. تعال ايه؟ مفيش. اقعد بقى. انا بقى كويس اهو. اقعد يا ابني اقعد، دي جايه مخصوص عشانك. اقعد سلم على بنت عمك يا طارق. ازيك يا ملك؟ ملك؟ ملك ايه؟ ملك ايه؟ يا ابني كسفتنا، دي مريم مش ملك. ازيك يا مريم؟ انا اسف. اسف؟ كسبتنا والله العظيم. طب مش قادر تفرق بين الاثنين؟ طب ملك دي شكلها يقبض تحس انها شطانه، انما مريم بسم الله ما شاء الله تبارك الخلاق فيما خلق. اللهم احفظ لها جمالها. قولوا امين. امين. قول امين يا كابتن. امين يا بابا. امين. اللهم اسعدها كمان وكمان. قولوا امين. امين. يا سلام. ايه يا ابني في ايه؟ دي جايه مخصوص علشانك، عايزاك في خدمه. خير؟ خدمه ايه؟ بتقولها هي اسمها خير؟ خدمه ايه؟ اللابتوب بتاعها مش شغال، يا ريت تاخده كده وتشوفه فيه ايه. وخد وقتك يا طارق خد بنت عمك جنبك كده واسالها، عشان الحاجات الالكترونيات دي بتبقى شعيرات رقيقه. شوف بقى كل سلكه راحه فين وجايه منين. خد يعني قدامك شهر شهرين، خد وقتك ما تستعجلش، ما تعمليش فيها شاطر والكروت التصليح. باين شطاره. خد وقتك يا طارق يا ابني الله يهديك. فرصه اهي. ها فاهم؟ فرصه. انت عايز باسبورت؟
انت نسيت الباسورد؟ انت مالك نسيت ولا منسيت؟ انت هتحكمها هي تعمل اللي هي عايزاه. الله، ما تعمل لها انت باسورد. في ايه يعني؟ اعمل له باسورد؟ اه بسيطه. بس شوف اللي بقول له خد شهر شهر يقول لي بسيط. في باسورد بيتعمل في شهرين، ده اقل باسورد يتعمل في شهرين ثلاثه. يعني يا ريت توصل لسامة وبنت عمك جنبك كده وتشوف الباسورد ده هتجيبوه منين. فاهم؟ حاضر. فاهم؟ قومي يا نادية انت هتنامي، قومي تعالي يلا يا اخويا يجيبوا الباسورد ده براحتهم كده. ايه ايه يا اخويا اسمه ايه؟ باسورد. باسورد. طب يلا يلا خد وقتك يا طارق. يلا يا ابني يلا يلا. وكلم بنت عمك كل شويه اسالها قول لها دي ايه ودي ايه. افهموا يعني. ممكن تسيبني اشوف انا هعمل ايه؟ ايوه هسيبك بس تفهموا ما تقعدش اخرس.